تايه في سورة لقمان برضو، معرفش ليه لما بشوفها بحس فيها وكأنها كتاب، احساسي الشخصي يعني، احساسي انا الشخصي، لكن ما هيش كده في قول المفسرين يعني، لكن ده احساس خاص. التأملات عبارة عن ايه؟ رؤية خاصة واحساس خاص، مش شرط انها ما تخرجش بره حضور قواعد اللغة، قواعد التفسير، بحيث الآية ووضع اللغة فيها يحتمل المعنى اللي انت تأملته، وفي الوقت نفسه ما يخرجش عن حدود ايه؟ العلوم، علوم التفسير يعني، الآية بتقول ايه؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإن قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إلى مش عارف ليه انا كل ما بمر على الايه دي احس كده داخلي وكانها عتاب من الله لخلقه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض؟ شوف المسلسل، علمت ولا لم تعلم؟ حسيت ولا ما حسيتش؟ مش بس كده، واسبغ عليكم الاسباغ، انت عارف من ضمن الحاجات اللي بتكفر السيئات وترفع الدرجات اسباغ الوضوء المكاره. واسبغ عليكم نعمه، كانه عاوز يقول غطاكم بنعمه، ولما يديك النعمه ما يديهالكش نقصا، يديهالك كامله بحيث تغطي احتياجاتك. الكلام اللي كان زمان تقوله امهاتنا وتنصحنا تقول ايه؟ ربنا بيدي الذنب على قد الغطاء. شوف في مثل يقول على قد حياتك مد رجلك، ده في مسألة الإنفاق والفلوس والفلوس، لكن في نعمة اللي احنا عاملين ربنا بيدي الذنب على قد الغطاء. بمعنى ايه؟ بمعنى في أيام الشتاء هتلاقي اللي بيتغرق بملاية وما عندوش غيرها بتدفيه الملاية، واعتقد اللي بيمسك التكييف اذا ما فتحش التكييف هيرقد هيرقد بيبقى سوالف. هذه معنى بيد الباب على قد رحمة للناس. فلما ربنا يقول الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فين الاجابة هنا؟ ده سؤال، السؤال يعني يقول لك ألم ترى كذا؟ معناها إيه؟ مش ده مش السؤال من حيث اللغة يعني، السؤال إجابته فين؟ مفيش، مش كده برضه؟ مفيش إجابة، مفيش إجابة ظهرت، مفيش إجابة مكتوبة يعني. الكلام اتنقل موضوع ثاني خالص، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لكن السؤال الأولاني ما اتجاوبش. مين يجاوب؟ انت تجاوب، تجاوب ازاي؟ تجاوب على نفسك، تجاوب على نفسك ازاي؟ اخجل من نفسك. انا لما بقرا الايه دي دلوقتي كده احس بالخجل، احس بالخجل، كان زي مثلا تعجبها الاب لما يحس من ابنه حاجه مش مظبوطه نحوه، يقول له يا ابني يا ابني انت ما شفتنيش تعبت قد ايه في تربيتك، ما شفتش يا ابني قد ايه كنت بشيل اللقمه من بوقي علشان خاطرك، يا ابني انا كنت برفع البدله واركب الجزمه نص نعل عشان اجيب لك انت جاب والدتي على كده. انا اقول كده بمعنى ايه؟ معناها ايه؟ الحين بقى هيجاوب يجاوب يقول له يقول انا شفت حصل، ولا يتكسف يبص في الارض؟ يتكسف يبص في الارض ليه؟ لانه مش على مستوى، لازم يحس بيه، لازم يحس بيه، صح؟ هو ده اللي انا عاوزكم تحسوا لما تقول الايه دي. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ولم يقل عليه ذلك؟ هل كان رجلا على الارض؟
خلق نفس السماوات والارض واسمع عليكم يعني نعمه ظاهره وباطنه. سؤال الحكمه الوحيده ان يخبر الانسان من نفسه ويحذر عن ذلك بقوله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك صدقت يا رب حيث قلت وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.